يعني تمرت في اللحظه هذه. درت لانسطام ديشارج كتبان نصور بها ساعات ديشارجات ليا كما رديت البال كاع يعني تمرت في اللحظه والله. سمحوا لي يا صاري مطار معكم وشي بايكر فيديو جديد اليوم غادي المحمدي مع شي دراري صحابنا شهما عندهم هوندا هورنيت جوج. بالاشكال انه اليوم كنا بغا نجربو بلانستا درت السيبورة اللورانية بس زعما شد بلوم اللور من القدام ولكن هي المسخوطة لقاش مديشارج هاي تحقت لكن ماشي مشكل نخدمو اليوم بالجو برو صافي ما عندنا ما ندير. الدراري كيتسناوني هنايا نقولها لهم صافي واخا ما يحمروش راسهم والله الا مرض عشان البلونطرالية دابا لقاش مديشارج يا صاحبي ناري غنصورو شوف نصورو بالجو برو صافي. ها فين هو فين هو الدري فين مشى؟ اجي اجي يا صاحبي دابا غادي نمشي من لهي دابا غادي ننزل من لهي شو هاتي مرت يا صاحبي والله تمرت صايبت لها السيبورة اللورانية ديال العصا قلت لها بلاصة ونجبد العصا اللورا تجي خطيرة زوينة ما عندي شارجور كيسحب لي مشارجيا نسيت غنصورها بالجو برو صاحبي ما عندنا ما ندير اجي لقيت كاميرا ديشارجات ليا صاحبي والله غنصورها بالجو برو صافي صافي اللهم يسر ريش بارك الله كيف اصفر
الاصوات الغريبه والعجيبه كرات تبربيق كنا تفرقيع اللهم بارك اصوات ديال سبورتيف اللهم بارك. تمسكوا لي غير الاصوات العجيبه والغريبه والممتعه صافي ماما فيل ديسك ار 600 موطور الخيال اللي عندك. كان معكم في هذا الفيديو، كان معكم موشي بايكر في هذا الفيديو، نتمنى لكم فيديو جاي كما القاعده. السلام عليكم.